الإخوة السلام عليكم. بالنسبة لواحد الطلب من الأصدقاء قالوا لي شارك معنا الكونسوماسيون تاع الرينو 19 في 1.4 انرجي. دابا غادي نقول لكم شنو هو المشكل تاع الكونسوماسيون. هاد لوطو جاتني على كونسوماسيون. أول حاجة كما كتلاحظوا بالنسبة للصناعية راهم يعرفوا هاد الجوان هذا. هنا يجي واحد البابي تاع البلون هو اللي كيغاردي داك البلوس دار، حنا كنقولوا له بلوس دار زيادة الهواء. دابا لك عندنا هنا زيادة الهواء، هما عندها كابتورات صوالح اللي كتحسس الهواء اللي يدخل، انما عندنا كمبيوتر هو اللي كيعطينا هو اللي كيانجيكتي لنا ليسونس. دابا هاد الجوان لا مات الاخوه، واش هذه المشكله اللي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا زياده في استهلاك الوقود او لا ما يسمى بالكونسوماسيون، زائد الار بي ام نلقاوه ديما في 13، يعني الار بي ام يكون عالي. لافونس اوتوماتيك دائما يكون عدد سرعه المحرك دور بسرعه كبيرة. إذن الإخوة قلنا بالنسبة لهذه السيارة جاتنا على كونسوماسيون، المشكل اللي لقيناه فيها هو هذا الجوان لقيناه ميز ياك الإخوة، هذا واحد من المشاكل. المشكل الثاني اللي كيكون جينا بعد السيارات غادي نبارطاجيوه معكم، عندنا جوج تاع لي سوند تاع التومبيراتور اللي كيهضروا مع الكالكيلاتور. عندنا نوريه لكم لها، ثم كتلاحظوا عندنا هذه اللي كتعطي اشاره للسائق في راه التومبيراتور، مي هذه لاباري الاخرى كتعطي اشاره للكمبيوتر يعني الكالكيلاتور. لاحظوا هاد لاسون، شوفوا كي رجعت دابا هذه ولات ما كتعطيش اشاره يعني تاع التومبيراتور في راه واصله السخونه نتاع المحرك. كما كتلاحظوا الله اكبر الحق، كما كتلاحظوا هاد العدسه اللي كتشوفوها لداخل هنايا هذيك هي اللي كتعطينا اللي كتعطي اشاره للكمبيوتر. لاحظتوها دابا كانت باينه، شوفوا هذه كي دايره، شفتوها كي خصها تكون نورمالمون. الله اكبر الحق، شفتوها كي خصها تكون نورمالمون، هكا خصها تكون. شفتوا هنا كي دايره كومبلي، هادو باليين واحد جوج باليين. لاحظوا هادو باليين، هادي ميته حتى هي ميته. شوفوا هاد هذه تخدم بصح تعطي اشاره ضعيفه، هذه لا ميم تخدم وتعطي اشاره ضعيفه، هذو كيعطيو اشاره ضعيفه في جوج. هذه ما كتعطيش نهائيا وكان دارت لنا كونسوماسيون. بالنسبه لهادو ربما كتعطل لما كتخدمنا هاد ستارتر، هذا كتعطل تعطل بزاف باش يريكيلي، يبقى فيها لافونس بزاف كتعطل باش تخف لنا ستارتر، لان ما فيها هاد لاكراس اللي تربى عليها هنايا واللي ما كيخليهاش تعطي اشاره منضبطه للكمبيوتر. يعني هذا المشكل الاول كيدير لنا كونسوماسيون. هذه كتاكل قريب 10% حتى 11%، هاد السياره هذه كتاكل قريب 11% نتاع ليسونس. لما بدنا له لاباراي في محرك هذا انرجي 1.4 ولات تاكل مولاها 6.5، يعني على برا ولات تاكلو 6.5، يعني مولاها في رقبته هو اللي كيقول هاد الكلام، كانت تاكل 11%، لما ركبنا له هاد لاباراي ولات تاكلو 6.5. هذا مشكل الثاني. المشكل الثالث الاخوة اللي هو هاد لاسوند نتاع الشاطمة، كما كتلاحظوا هاد لاسوند هادي، شتوا هاد لاسوند هادي لما كتكون ما راكباش كبحال هاد السيارة ما كانتش كاع راكبة هاد لاسوند. هاد لاسوند كدير لنا طومبيرا كدير لنا كونسوماسيون بزاف ودير لنا حتى قلة في العزم، يعني يكون فيها ما تكونش نيرفو، تكون فيها قلة في العزم، تكون فاشلة اللوطو إذا ما كانتش راكبة هاد لاسوند، ودير لنا كونسوماسيون كبيرة هاد لاسوند. يعني هادو هما المشاكل، عندنا لاسوند لي بوجي تا هما يديرو كونسوماسيون. قلنا هاد لاباراي الا كانت ميته هي دير كونسوماسيون، ما تخليهاش دير اماش الصباح، و بلوس دار الا كان هنا بلوس لار يعني زياده الهواء بحال هذاك. عندنا الجوان مقطع. بالنسبه لافونس كان لي كلشي يمشي لافونس، يمشي غير ستارتر يبدله لافونس. بحال هذه كان جاتنا على لافونس، والمشكل اللي فيها هو الجوان، غير الجوان، ما كانش عندنا شي مشكل اخر غير الجوان في هاد السياره. يعني حد الساعه عندنا الجوان، هذا هو اللي كان داير الكونسوماسيون في هاد السياره، و او ميم طون استهلاك الوقود زياده. وبعد الاوقات كيكون الكراج، بعد الاوقات كنتلاقاو شي سيارات مي كيجيونا يعني فاشله اللوطو صوالح كونسوماسيون، بعد الاوقات كنتلاقاو هنا عندنا في الكراج عندنا درسه، يعني كيكون عندنا لامبراكام هارب واحد الدرسه
بعد الاوقات هكا كنتلاقاوها، يعني يدير الجوان تاع الكاربيراتور ها الاول قلنا يدير بلوس دار وكونسوماسيون، قلنا هاد لا سوند هادي تاع التمبيراتير كدير لنا كونسوماسيون وربما ما تخليش اماش الصباح يدير اماش الصباح، غالبا ما كتخليش يدير اماش الصباح خاصه لا صوطات بحال هادي اللي وريناها لكم مهرسه، هادي ما كانتش دير اماش الصباح نهائيا، هاد اماش 3 مرات 4 تضرب عاد دير اماش. لا سوند اللي تجي في الشاتما كان اللي يجي فيها فيشه وحده بحال هادي فيها فيشه وحده، وكان اللي فيها كاتاليزور رول اللي يجي فيها ثلاثه نتاع الفيشات ثلاثه تاع الخيطان. وهادو هما المعلومات الاخوه في هاد الساعه اللي عندنا. وما نساوش ريغلاج سوباب، ريغلاج سوباب عاوتاني الا ما كانش مليح بحال اللي راها مديكاليا، يعني الا كانت مديكاليا في لامبراكام تاكل، كانت مديكاليا في لي سوباب بحال اللي راها مديكاليا في لامبراكام لا ميم شوز تاكل عاوتاني. هادو هما الحوايج اللي يديرولنا كونسوماسيون في رينو 19، يعني بلوس دار كيما بغات تكون بحال هادي دومي انجيكسيون، سواء دومي انجيكسيون سواء نورمال، يعني ممنوع حد الجواني اللي يكون فيه بلوس دار. هادي وحده قلنا لاباراي في دومي انجيكسيون هادي دير لنا كونسوماسيون، و او ميم طون ستارتر كيبقى ديما طايح اللوطو تبقى تسكت وصوالح، يعني ما عادش يكون خدام ستارتر نهائيا، امر الصباح ما كاينش. وديكلاراسيون يعني هذه هي اللي كديكلاري كتعطي اشاره للكمبيوتر، ما عادش تبقى تعطيه اشاره لانما ميته، والكمبيوتر غادي يبقى انجيكتي بلا ما يريد، يبقى يعطينا ليسونس بزياده لحقاش ما يكونش عارف. لا سوند لا ميم هذه كتشوف لنا دوك لي بارتيكول اللي كيخرجوا على برا دوك الغازات السامه، هذه كتديكلاري الكمبيوتر. هادشي اللي كاين اخويا، السلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله غادي نوريكم النتيجه. هذا الار بي ام واصل حتى ل 13، غادي نديرو اماش ونوريكم النتيجه. والمشكل اللي لقينا في هذا اللوطو قلنا غير جوان، هادشي اللي كاين جوان تاع الكاربيراتور. والريغلا سوباب كيجوني بزاف تاع اللواطا فيهم ريغلا سوباب، ولقاهم يكونسوميو بزاف، يعني ريغلا سوباب الانسان يحضر روحو به حتى هو.